أعلن وزير الدفاع البريطاني بن واليس إن بلاده زودت أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى جانب تزويد كييف بصواريخ مضادة للطائرات. وأشار واليس إلى أن لندن لن تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، لافتا إلى أن روسيا باتت تمثل خطرا يهدد الجميع في أوروبا. بريطانيا ستساعد أوكرانيا وأيضا سنقوم بإرسال صواريخ مضادة للطيران، ولن نتوقف هناك بل نقف إلى مع شركائنا في الناتو وفي أوروبا ودول البلطيق أن نعزز قوتها، لأن بوتين كان واضحا في تهديده أننا جميعا تحت الخطر. وتم إرسال جنود إلى بولندا للمساعدة في أعمال الهندسة وكذلك في إلى إستونيا وإلى رومانيا وبلغاريا.